موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم لا تحصى نعجز عن شكرها، ونثني على الله بما هو أهله، هو كما أثنى على نفسه. اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعمة الصيام ونعمة القرآن ونعمة الدعاء، نعم يستيقظ بها القلب من غفلته، ويتحرر من شهواته، ويتخلص مما يجذبه إلى الأرض ويخلده إليها ويجعله متبعا للهوى. إن الله يرفع بآياته بهذا الكتاب من شاء، ويضع به آخرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أردتم أن ترتفعوا بآيات الله، أن يرفعكم الله عز وجل بها، فتخلصوا من أهواء النفوس، فإن أهواء النفس تجعل الإنسان يخلد إلى الأرض. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. القرآن يوقظ القلب من غفلته عن حقيقة وجوده المؤقت عن حقيقة وجود الإنسان المؤقت على ظهر هذه الأرض، التي هي فترة، هي أوجز فترات الإنسان في مسير وجوده. فروحه قد خلقها الله عز وجل من قبل، من ظهر آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بقينا منذ تلك اللحظة حين خلقت الأرواح، حين خلقها الله واستنطقها وأشهدها على أنفسها ألست بربكم، قالوا بلى. بقينا مدة في السماء مع آدم، مع روح آدم عليه الصلاة والسلام، حتى جاء الوقت الذي أذن الله أن تنزل فيه هذه الأرواح إلى أجساد يخلقها الله في بطون أمهاتنا. وعندما يبلغ من العمر الجنين 42 ليلة، يرسل الله الملك بتلك الروح فتسكن في ذلك الجسد،
وتبدأ مرحلة جديدة هي ضيقة جدا في ذهننا، لا نشعر بها، مرحلة الجنين لا ندري شيئا عنها الآن، وبالتأكيد كلنا قد مررنا بها. ثم تمر بعد ذلك منذ الولادة إلى لحظة الوفاة سنوات، إما سنوات معدودة أو عشرات السنين، لا يكاد أحد يبلغ المئة إلا نادرا جدا، وإذا بلغها فهو قد رد إلى أرض العمر إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القبور، مدة لا يعلمها إلا الله. انظر إلى هذه المدد وقارن بينها، تجد أن ولودنا على ظهر الأرض هو أقصر الفترات، وأما في القبور فقد تمتد آلاف السنين، آلاف السنين. ثم بعد ذلك يوم البعث، يوم كما وصفه الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك أن تخففه علينا يا رب العالمين، فإنه موقف هائل إذا كان يشق علينا الوقوف في بعض المواقف في الحياة، لو وقفنا ساعات أرهقنا ذلك. ألا ترون الناس يتعبون إذا قرأ الإمام بجزء كل يوم، ربع في الركعة، فيقولون لا نستطيع القيام؟ لو وقفوا في طوابير ساعات أرهقهم ذلك، فكيف بالوقوف وكيف بالمقام في هذا الموقف الهائل 50,000 سنة؟ اللهم إنا نسألك العافية، وإن كان الله يخففه عن أصحاب الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يشعرون كأنه نصف يوم، لأنهم في وقت القيلولة أحسن مقيلا يقيلون، يستريحون بعد عناء وتعب، يشعرون أنه كنصف يوم إلى منتصف النهار، فيذهبون إلى القيلولة ربما قبل نصف النهار وربما بعده. سبحان الله. وبعد ذلك أبد الآباد بلا نهاية، يذبح الموت بين الجنة والنار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم، وكل هذا الموت وكلهم قد رآه. وينادى أهل النار: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. قتل النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال في الدنيا وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعوذ بالله من عدم الإيمان، إن الغفلة خطر عظيم، سببها تعلق القلب بالشهوات، تعلق القلب بالطعام والشراب والشهوة الجنسية والمال والكلام والخلطة وأنواع الشهوات المختلفة التي تغر الإنسان، وسببه سبب الغفلة إخلاد الإنسان إلى الأرض، وقلة تلاوة آيات القرآن أو قراءتها أو سماعها دون تدبر ودون تفكر، فلا يكتب للمرء منها إلا ما عقل منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فعند ذلك تزداد هذه الشهوات، يتعلق بها القلب، فيدخل الشيطان بشهوات من نوع آخر،
من نوع مدمر للقلب، شهوة الكبر والعجب بالنفس وتزكية النفس ومدحها، يدخل بشهوات الحسد، يدخل بشهوات إرادة العلو وإرادة الفساد، التي مثقال ذرة منها تمنع دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنا خير منه جملة من الأمراض أسسها إبليس وأراد نشرها في الناس. حين يحسد الناس بعضهم بعضا على نعم الله، وحين يتكبرون، وحين يعجبون بأنفسهم، وحين يمدحونها بالباطل بالوهم والخيال، خصوصا إذا كان المدح بأشياء من خارجها، مثل: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم يدخل الشيطان بعد ذلك بالشرك والشك والكفر والنفاق، وما أكثر ذلك وإن كان الناس يظنون أنفسهم أبرياء منه. فإن النفاق لا يخافه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. إن خصالا هي أدق في أعين الناس اليوم من الشعر، كانوا يعدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، كما يقول أنس في زمن ولود الصحابة يخاطب التابعين بذلك: فما الظن بواقع الحياة اليوم والناس يتناولون ما حرم الله عليهم ولا يشعرون أن ذلك يزيدهم غفلة؟ فالربا والرشوة والخمر والمخدرات وأكل أموال الناس بالباطل والغش والكذب وأنواع تناول المحرمات، الغيبة، النميمة وغير ذلك، مما يغفل القلب، يجعله لا يرى الحقائق، فعند ذلك يصبح من الغافلين الذين حذرنا الله من وصفهم، فقال عن الكفار: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، ونعوذ بك من القسوة. نعم الله علينا بالصيام لنتحرر من الشهوات الأرضية، ونعم نعمة الله علينا بالقرآن الذي يذكرنا ببدايتنا ونهايتنا وقصر حياتنا وصغر متعها، إنها متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. القرآن يوقظ القلوب الغافلة إذا مرت الآيات عليها، ولذا قال ابن مسعود: أمروه على القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ترى التنافس بين أهل الخير في زماننا حول كم ختمة وكم ربعا قرأناه في الصلاة، مع أن المقصود كما قال ابن مسعود: أمروه على القلوب ليرى الإنسان الحقائق، وهي والله أوضح من الشمس في قرب النهاية وقرب الرحيل، وأن متع الدنيا مشوبة بالنكد والغصص، لا تسلم منها، لا تسلم منها لذة دون أن يكون فيها ألم. المال، كم عذب الناس بأموالهم كسبا وإنفاقا. الأولاد، كم من الناس يعذبون بأولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كم يتحسر الناس على فوات ما فات من لذاتهم، وهم الذين
وهم الذين قضوا أعمارهم من أجلها ومن أجل تحصيلها أيضا لغيرهم، كمن يعمل فقط من أجل أولاده وزوجته وينسى نفسه أن تنال نصيبها من الحياة، حياة القلب. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسأل الله أن يعافينا من النسيان والغفلة. هذه فرصتنا أن نهتم بالقرآن، أن ننشغل بالقرآن. إذا أضفت إلى تدبر القرآن أنك تأخذ بكل حرف 10 حسنات فأنت تثاب أعظم الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، خصوصا إذا كان في الصلاة وأنت قائم فيها، أو جالس على الأقل إن كنت عاجزا عن القيام. فقراءة القرآن في الصلاة لها شأن آخر غير مجرد القراءة من المصحف في خارج الصلاة وفي كل خير. إلا أن القراءة في الليل خصوصا تذهب عن الإنسان الكسل والإخلاد إلى النوم، وهذا العجز والكسل من الأمراض التي تصيب قلب الإنسان فلا ينطلق في طاعة الله عز وجل. والإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر اتسعت معارفه وصلحت مقاصده وإراداته، فذهب عنه الضلال وذهب عنه الغي. صلحت مقاصده في طلب الله عز وجل، في إرادة الله وإرادة الدار الآخرة، في رجاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وإن من أعظم نعم الله التي يفتح الله عز وجل لعباده المؤمنين أبوابها نعمة الدعاء. قال عمر: إني لأحمل هم الدعاء ولا أحمل هم الإجابة، لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة، وتلا هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وخصوصا في رمضان، وخصوصا في ثلث الليل الآخر، وخصوصا في السحر. ورمضان يتميز بأن الناس يستيقظون في السحر ليتسحروا، فلا تجعل نصيبك من السحر السحور فقط، وهو بركة عظيمة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن تسحروا فإن في السحور بركة، ولكن اشغل وقتك كذلك بالاستغفار، فإن الله عز وجل قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري. إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا كانت لك حاجة، ولإخوانك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، المبتلين بأنواع البلاء والغلاء
والوباء والأمراض وتسلط الجبابرة والأعداء والظلم والعدوان، فاجعل ذلك في ثلث الليل الآخر، اجعل لنفسك ولإخوانك نصيبا من الدعاء، خصوصا أن النفس إذا تهيأت لصلاحها بالقرآن العظيم وبالصيام الذي تحصل به التقوى يكون الإنسان أقرب إلى القريب المجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اسمان كلمان من أسماء الله الحسنى، القريب المجيب، يتعلق بهما الأنبياء. وإذا من الله عليك أكثر تعلقت بالرحيم الودود، كما قال صالح عليه الصلاة والسلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال شعيب عليه السلام: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وكلما ذقت من آثار رحمته الخاصة بعباده المؤمنين التي يدركون بها ألذ ما يوجد في الحياة، لذة الشوق إلى لقاء الله ولذة حب الله، ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يكون ألم الكفر عنده مثل ألم النار تماما، يستعيذ بالله من الكفر والشرك والنفاق كما يستعيذ بالله من النار. وسبحان الله، يجمع الله على الكافرين الكفر والنار، وينجي الله المؤمنين من الكفر ومن النار، فلذلك هو الرحيم الودود. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذا نعيمهم في الدنيا بالذكر الكثير وبالتسبيح وبشهود أن الله يرحمهم ويثني عليهم في الملأ الأعلى ويسخر ملائكته للاستغفار لهم والصلاة عليهم والترحم عليهم والثناء عليهم، ويمدحونهم بأوصاف الخير: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذه الأوصاف: تابوا، اتبعوا سبيلك، هكذا وكذا وصف الصلاح: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. عندما يتفكر الإنسان في ذلك يجد لذة حب الله سبحانه وتعالى ولذة القرب منه: وكان بالمؤمنين رحيما. ثم بعد ذلك يشهد خروجه من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والنفاق إلى نور الإيمان والتوحيد واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر سبحانه نعيمهم في الآخرة بسلامه: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكل شيء يسلم عليهم، الملائكة تسلم عليهم، وأعظم والمؤمنون يسلم بعضهم على بعض، وأعظم من ذلك كله سلام قولا من رب رحيم. فيسمعون كلامه هو يكلمهم وينظر إليهم، بخلاف من لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
وهم بعد ذلك يفوزون بأعظم شيء، بأعظم نعيم، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى والفوز برضوانه الذي لا سخط بعده أبداً.